مرحبا بك برهوم. مرحبا بك. أول مرة راك في النهار ديجا حاجة باهية برشا. سؤالي ليك، هل يقرب لك منير وزهير وأنيس؟ زهير يقرب لي. منير؟ من قفصة. ما يقرب لكش؟ لا. حتى في لواج لا؟ لا. وأنيس بالطبيعة نتصوروا؟ لا ما يقربش. يغني هم يقرب لكش؟ واضح. سؤال الأول، كي أول مرة خديت إدارة المهرجان مشيت البوشوشة؟ مشينا ايه، عملنا برشا معناها اجتماعات مع وزارة الداخلية ولكن ما كانتش. لا لا نحكي على درة، نحكي على درة. نحكي على درة، علاش هكا؟ فهمتني بالغالب. انا نحكي على درة وكي مشيت لها، اسكو خديت رايها انت معناها وسألتها كيفاش تكون كيفية الإدارات الإدارة بتو؟ يا أخي هي قالت لك نحبك هادي. هي كثرة الاجتماعات بعد العملية الإرهابية اللي صارت، وقعد تنسيق معناها بصفة كبيرة مع مصالح الإدارة العامة في وزارة الداخلية. الأمور معناها بصفة وذكاء، والنجاح كان كبير وقت الهز يا وز ولا. سؤال الثالث حاجة حسيلو براهو حتى في النهار هكا في باليش، قلت إنه جيزة أو التانيت السوم نتاعو يتكلف 20,000 دينار تونسي، مع إنه دينار طايح يولي تقريبا 7,000 أورو، حاجة شنو هذاك؟ معناها اللي بشرب حتى نيت يمشي لباغي يعمل شتر شوبينغ ودبوزة، مي في شانزيليزي احنا ما تعرف سي تويم فما تعرف اللي احنا طريقتنا في نقل الرقم في عوض نحطوا الدينار ديما نعملوها هكا، دونك هو بالنسبه للمتلقي هي ما يقارب 20,000 دولار، اما احنا في فهم ما نجموش خاطر اليوم. لا اعطيني صحيح، هي 20,000 دينار. هي 20,000 دي دولار دي دينار، هذه معناها ما تظهر برشا لل يا ودي دينار ولا دولار؟ عندك 20 مليون تقول دروز المخرج يكمل فين ومعطيه حتى 5 ملايين 10 دينار. يا ابراهيم الجائزه اقل من الدعم راه مش نورمال، اقل برشا. هي جائزه ما تنجمش تقدم دعم، ولكن احنا بالنسبه مثلا للافارقه والكل نجم يشري بها. واضح واضح ياسر اليوم ما تراش الافارقه يشري بهم هنشير تقول انت من دبو السماء يا حاسرك يقبل هذاك تو ما عادش. السؤال الرابع، تو انت مدير صاله الزفير بعد ما تخلص شنو؟ لا شنو لي؟ استقلت من صاله الزفير منذ 4 أو 5 أسابيع. استقلت بالحق بعد قانون المالية الجديد. ما كنتش معناها أنا كنت مبرمج في قاعة زفير، قاعة تابعة للبلدية، البلدية المرسى، واللي واضح معناها نحاولك الزفير قعدك شي شهيق. يغني عاود له لا لا معاودة في الزفير شيق مغني سفير. يا بار انت عداو يا برهوم يا باهي يا برهوم يا محلاه برهوم. السؤال الخامس، الافلام اللي تعمل فيهم الحكومه للشعب كما اخر فيلم اللي اسمه تاكس بيسين، تتصور يهز حاجه سنة؟ باهي فين دوره تحطه؟ دوره المياه انا مزاح بيسين شنو باش يكون. السؤال السادس، كنت تتصور انه فريد بوغدير يخرج بزيزو؟ كنت نتصور. ما تفهميش بالغالب. لا لا ما نفهم شيء، اما فريد ما نفهمك بالغالب. نوعية فريد بوغدير انه بزيزو بلاش هو صحيح بروم صحيح. قلت انك وقفت قبل قدام حاكم تحقيق. ما قلتش توا كنت تحكي. لا ما نحكي وقفوك كان قدام لافوكا نتاعي. ما تنجمش لو فرضنا لو فرضنا احنا كبيره والناس تسمع ولا لو كان نهار من النهارات توقف قدام حاكم تحقيق، هذه المشكله باش تكون كان المشكله هذه تنجم تكون انك قبل المشكله هذه كنت ما تنجمش تقف. طولتوا ياسر سؤال شرمطتوا. معناتها ما كنت ما تنجمش تقف يا اخي وقفوك. مشكلة بركة جيب الاديسيون ابراهيم وفيه كيستيونات. ميرسي مهدي يا تمام يعطيك الصحة.